السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتعلم مع بعض طريقة استرجاع محادثات الواتساب بعد التحديث الجديد. التحديث الجديد الواتساب بقى بشكله غريب قوي، بقى باللون الأخضر كده، لكن في مميزات تقدر تسترجع بيها رسائل الواتساب المحذوفة سواء كان بنسخ احتياطي أو بدون نسخ احتياطي. طب تعالوا نعرف يعني ايه كلمة نسخ احتياطي. الفكرة كلها ان الواتساب بيقدر يخزن المعلومات كلها والميديا كلها على الجهاز بتاعك او على جوجل درايف، فاحنا كل ده هنعرفه بالتفصيل مع بعض وطريقة استرجاع رسائل الواتساب بدون نسخ احتياطي او بنسخ احتياطي، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. اولا كده تعالوا بينا كده نروح عندنا على متجر جوجل بعد ما تيجي تحذف تطبيق الواتساب. ركز كده معايا، هكتب معاكم هنا واتساب، وبعد كده بقوم انا منزل التطبيق وبعمل له تثبيت، وعلى ما التطبيق يتثبت كل اللي عليا بس ان انا بنتظر 5 دقايق كده او دقيقتين على حسب سرعه الانترنت عندك لحد ما التطبيق ينزل معانا. طبعا زي ما انت شايف كده احنا ثبتنا تطبيق الواتساب ماسنجر، كل اللي عليا بس بروح عندي بتاكد ان التطبيق نزل معايا. حاول ما تفتحش التطبيق دلوقتي، لكن كل اللي عليك بتروح عندك على حاجه اسمها الضبط، وبعد كده بتدور على حاجه اسمها الحسابات والنسخ الاحتياطي، ومن هنا بتضغط عندك على حاجة اسمها إدارة الحسابات، بتضغط عليها ضغطة كده وتروح عندك على أي حساب جوجل، شرط إنك تكون حافظ الباسورد والإيميل بتاعك بشكل كامل، يعني ما تعملش الخطوة دي إلا ما تكون عارف الباسورد بتاعك علشان ما تحذفش أي حاجة وما تعرفش ترجعها من جديد. فأنت كل اللي عليك بتروح عندك على إيميل جوجل، وبعد كده بتعمل إزالة الحساب، تمام؟ وبعد كده بتضغط عندك على كلمة إزالة حساب. خلي بالك من النقطة اللي أنا هعملها دي، هقول لك انا هل انت متاكد لن تعمل ميزات الحمايه لجهازك بعد الان؟ قول له حسنا مش مشكله، احنا كده كده هنتاكد على هناكد على الحساب بتاعنا بعد ما نيجي نعمل الخطوات دي، ونقدر نضيف الحساب بتاعنا ما دام انت حافظ الايميل والباسورد بتاعك. بعد كده بتروح عندك تفتح الواتساب، كل عليك بس بتضغط عندك على التطبيق كده وتقول له الموافقه والمتابعه. طبعا بقى وتبدا تسجل رقم تليفونك وتعمل له تاكيد، وهنشوف مع بعض كده كمان شويه. زي ما انت شايف كده بقول لك هنا جاري البحث عن نسخه احتياطيه بعد ما تيجي تاكد رقم التليفون بتاعك. بقول لك اذا كنت اجريت نسخه احتياطيه في مساحه تخزين جوجل في السابق وتريد استعادته منه، فينبغي عليك ان تمنح واتساب اذنا للبحث عن نسختك الاحتياطيه في حسابك على جوجل. هتقول له هنا اعطاء الاذن، وتقول له هنا اضافه حساب. خلي بالك من النقطه اللي احنا هنعملها دي دلوقتي. بقول لك هنا جاري البحث عن نسخه احتياطيه، هنبدا نسجل جوجل او بريد جوجل بتاعنا او الباسورد اللي احنا كنا حذفناه قبل كده. زي ما انت شايف كده انا سجلت بحساب جوجل، طبعا بقول بديله اي اذونات علشان يقدر يسترجع لي محادثات الواتساب المحذوفه، وبعد كده بتقول له هنا موافق او اي اجري، تمام؟ وبتستنى شويه بقى لحد ما يبدا يدور على النسخه الاحتياطيه على الواتساب عندك. زي ما انت شايف كده حولني تاني على صفحه الواتساب وقول لي جار البحث عن نسخه احتياطيه، طبعا بيبدا يبحث على النسخه الاحتياطيه اصلا اللي موجوده على حساب جوجل. طب هي موجوده فين في حساب جوجل؟ هقول لك فين دلوقتي. زي ما انت شايف كده بقول لك استعاده الدردشات، تعالوا بينا كده نقرب كده، استعاده الدردشات الحجم 3 جيجا و2 ميجا او 200 ميجا تقريبا. 3 جيجا من الملفات فيها صور فيديوهات فيها محادثات فيها كل حاجه انت عاوزها، كل عليك بس بتضغط عندك على كلمه استعاده، وبيعمل تحضير للمحادثات بشكل كامل على ال 3 جيجا. طبعا انا اللي عايز اعرفه ال 3 جيجا دول موجودين فين واقدر اجيبهم منين، كل عليك بس بتخرج بره كده وبتروح عندك على حاجه اسمها جوجل درايف، هتضغط عليها ضغطه كده على جوجل درايف، وبعد كده بقول لك جار التحقق من المعلومات، وبعد كده بتضيف البصمه بتاعتك لو في اي بصمه طلبها منك. طبعا بيعمل استرجاع للمعلومات بتاعتك، كل اللي عليا بس بروح عندي على الثلاث شرط اللي موجودين فوق دول، وبعد كده بدور على حاجه اسمها النسخ الاحتياطيه، وبتستنى شويه لحد ما يظهر لك النسخ الاحتياطي عندك في جوجل درايف. بيبدا يحمل معايا كده وهيبدا يظهر لك كل الصور والملفات والمحادثات بينك وبين اصدقائك او بينك وبين عيلتك على الواتساب. زي ما انت شايف كده هنستنى شويه لحد ما يتم تحميل النسخ الاحتياطيه اللي موجوده عندي. زي ما انت شايف قال لك تاريخ النسخه الاحتياطيه يوم 10 يونيو طبعا، وبيكتب لك رقم تليفونك هنا، فانت كل عليك بس مثلا تعمل ايقاف لنسخه او ايقاف الاحتفاظ بنسخه احتياطيه او حذف النسخه الاحتياطيه. طبعا في ناس هتقول لي ازاي اقدر انزل النسخه من على جوجل درايف؟ في حاجه اسمها درويد كات او برنامج درويد كات لازم يعمله تنصيب على الكمبيوتر، وبعد كده بتقدر تنزل النسخه دي وبتقدر تفتح المحادثات بتاعتك والميديا بتاعتك من على الكمبيوتر، ودي قصه تانية خالص. لكن تعالوا بينا نرجع مع بعض على الواتساب. بقول لي هنا تمت استعاده حوالي هنا 158 الف رساله، وستتم استعاده وثائقك في الخلفيه. قول له هنا التالي، وبعد كده بتقول له هنا التالي، بقول لك انا جاري الاتصال، وقول له التخطي من الاخر،
تمام، بقولك جاري التهيؤة ويا رجاء الانتظار لحظة، بنستنى شوية لحظات كده أو لحظات علشان يبدأ يعمل لنا ترتيب للمحادثات بتاعتنا والرسالة. زي ما شايف هنا فوق بيقول لك جاري تحضير الوسائط، بينزل وسائط بقى سواء كان صور أو فيديوهات، وادي كده كل المحادثات موجودة قدامك هنا، موجودة كل حاجة رجعت زي الأول. طبعا هتلاقي فيه أرقام، يعني ممكن تلاقي رقم صديق ليك يعني مش مكتوب اسمه، لكن بتلاقي الرقم موجود عادي جدا اللي هو بيبدأ من 012 أو بلس 99، لكن كل حاجة الرسائل رجعت زي ما انت شايف كده. وكنا بنتكلم على طريقة استرجاع رسائل الواتساب بدون نسخ احتياطي ومع النسخ الاحتياطي، يعني بدون نسخ احتياطي اللي هي كان في الجهاز ومع النسخ الاحتياطي على حساب جوجل. زي ما انت شايف كده بيقول لي جاري استعادة الوسائط، وبيبدأ يقول لي جاري التحضير، وطبعا لما تيجي كده انتهى. وبعد كده لما تيجي تنزل اي وسائط هتلاقيها موجودة عندك عادي جدا، سواء كان ملفات PDF، محادثات، صور، فيديوهات، كل حاجة هتلاقيها موجودة عندك في التليفون. كنا بنتكلم على طريقة استرجاع رسائل الواتساب المحذوفة أو طريقة استرجاع محادثات الواتساب المحذوفة. كده شرح انتهى، أتمنى يكون الشرح عجبك، ياريت متنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، ولو احتجت حاجة ممكن تتواصل معايا في التعليقات وأنا هرد عليك إن شاء الله. دمتم بخير، سلام.